douce. Quand la vie me touche, comme nous tous, alors si doux. عسلامة، أنا سميرة غزواني من ولاية جندوبة، كنت من البنات اللي شاركوا في برنامج نساء في حركة 2015 بولاية الكاف. كانت لي فرصة كبيرة أني كنت من البرنامج هذايا، على خاطر هي أتاحت لي أني نولي نخدم مع الفونداسيون فريدريك شيبرغ كمساعدة منسق البرنامج المشروع الإقليمي النقابي. أنا فرحانة برشا أني كنت من الناس اللي شاركوا في المشروع هذايا. Assez-moi, Emma Danielouzi, j'ai 24 ans. Je fais partie de la deuxième promotion de Femmes en Action. Formation en VA en Tunis, j'ai pu entamer le monde professionnel. Surtout, je suis là où je suis en train de faire des choses. La formation en Tunis, je suis là où je suis en train de faire des choses. Et puis, je postule les offres d'emploi, je suis en train de CV, lettres de motivation, je fais l'entretien surtout. في البابليك سبيكينغ زاد عاونتني بالكدا وتوا الحمد لله عندي مون بروبر بروجي اللي جو جير اترافير لي كومبيتونس اللي تعلمتهم من الفورماسيون فام اون اكسيون. امنا حليلي 28 سنه شاركت في فورماسيون فام اون اكسيون 3 في نابل. قبل الفورماسيون ما كانش عندي فكره على في بوليتيك في تونس، من بعد وليت عندي فكره وليت نحب نشارك في الحياه السياسيه. شاركت إفكتيفمون، شاركت في الحياة السياسية في الانتخابات البلدية وكانت تجربة فريدة وكانت تجربة ناجحة. إيمان بوسمينة، أنا شاركت في الفورماسيون دو فريديري اللي قدمتها لنا فريديري شابرت. كانت فورماسيون متنوعة وغنية، من خلالها حاولنا أنه نقدموا نحسنوا لي كومبيتونس نتاعنا، نكونوا فاعلين في المجتمع نتاعنا. دونك عطاتنا الفرصة ان نزيدوا القدام ونعرفوا شو نحبوا اكثر. Je vous aime.